كل الجزيئات الحلقية التي تعاملنا معها إلى الآن فقد قمنا برسمها كحلقات. على سبيل المثال السايكلوهكسان أو الهكسان الحلقي رسمناه بالضبط كالشكل السداسي هكساغون، إذا رسمنا هكسان حلقي هكذا. الآن نعلم من الفيديوهات السابقة أن كل الروابط للكربون لا تكون في نفس المستوى. إذا أخذنا مثال الميثان وهو المثال الأبسط، لدينا كربون متمركز في الوسط، سيكون لدينا هيدروجين يخرج هكذا، وهيدروجين آخر في مستوى الشاشة، وآخر موجود خلف الشاشة، وواحد آخر يكون مستقيما للأعلى. إذا لدينا هذا الهيكل الرباعي الأوجه، وفي حالة المثال لدينا زاوية رابطة مقدارها 109.5 درجة. الكربون يحب تشكيل روابط من هذا الشكل، ليس دائما هي 109.5 درجة، ستكون شيء قريب من هذا اعتمادا على ما هي الذرات أو الجزيئات المختلفة التي تترابط معه. إذن مع كل ما قيل، كيف سيبدو جزيء الهكسان الحلقي إذا حاولنا تصوره في 3 أبعاد؟ إذن للتفكير في هذا نفكر في هاتين الرابطتين. أولا سأحاول جهدي لرسمها بشكل ثلاثي الأبعاد. إذن هذه الروابط هنا سأرسمها هكذا، ومن ثم هذه في الأسفل في البرتقالي سأرسمها هكذا، ومن ثم هذه في الأعلى بالأرجواني سأرسمها بهذا الشكل، وبعد هذا لنرى بالبنفسجي سأعمل هاتين هنا سأرسمهم هكذا. إذن لدينا هذه وهذه بهذا الشكل، على أمل أن هذا واضح. هذا هو نفسه، هذا هنا جميع الروابط هي نفسها لم تتغير. هذه الطريقة التي رسمت بها السايكلوهكسان تسمى هيئة الكرسي، chair conformation، شكل الكرسي المقعد، وهي واضحة تبدو مثل الكرسي. هذا ظهر الكرسي هنا حيث نجلس، وهنا ساقي الكرسي، ركبتي ستكون في مكان ما هنا، هذا يسمى تشكيل الكرسي. الآن تشكيل آخر قد يكون لدينا ويسمى هيئة القارب، pod conformation. إذا كنت سأضع هذا بالضبط في هيئة القارب، إذا أخذته من منظار مختلف قليلا، إذا كنت أنظر إلى هذا الرأس سيبدو كهذا في تشكيل القارب، كهذا في تشكيل القارب سيبدو هكذا. سأستخدم البنفسجي، سيبدو هكذا. الآن ربما أول شيء ستقولونه هو أنني ذكرت أن السبب لكونه يبدو بهذا الشكل أن الكربون يحب تشكيل شكل رباعي السطوح، أو أن الروابط ستكون على شكل ثلاثي القوائم. لا أرى روابط بشكل ثلاثي القوائم، لا هنا ولا هنا. لنعيد رسم القارب، سأجعله هكذا، ها هو. وستقولون أنه لا يمكننا رؤية شكل ثلاثي القوائم هنا، ولرؤية شكل ثلاثي القوائم يجب علينا رسم الهيدروجين. سأرسم بعض الهيدروجينات هنا، إذا نرسم هيدروجين هنا، وسيكون مباشرة للأسفل بهذا الشكل، وهيدروجين آخر مباشرة للأسفل هنا، هيدروجين للأعلى بهذا الشكل، وآخر هنا، وآخر مباشرة للأسفل هنا وهنا أيضا. رسمت الآن ذرة هيدروجين على كل ذرة كربون، والآن سأرسم ذرات الهيدروجين الأخرى. سأرسم هيدروجين هنا مباشرة لأعلى، مباشرة لأعلى في الواقع إلى هذا الجانب هنا. إذن هيدروجين هنا وهيدروجين هنا، بنفس الشيء وهيدروجين هنا وهيدروجين هنا، ومن ثم لنرى هذا الطرف يحتاج هيدروجيناته، سيكون لديه هيدروجين أسفل هنا هكذا، وهيدروجين بهذا الشكل، وهذا الطرف سيكون لديه هيدروجين بهذا الشكل. وعندما نراها هكذا، إذا نظرنا على الجزيء، إذا نظرنا إلى أي ذرة كربون يمكن أن نرى أنه يشكل شكل رباعي السطوح الذي لديه ثلاثي القوائم عند كل ذرة كربون. هنا لدينا تقريبا 109 أو 110 درجة، وهي الزاوية بين كل الكربونات.
الآن رسمت الهيدروجينات المختلفة التي تخرج من هذه الكربونات في الألوان المختلفة، وقمت بهذا باللون البنفسجي. الهيدروجينات التي تتواجد مباشرة لأعلى ومباشرة لأسفل نسميها الهيدروجينات المحورية أكسيال، والتي رسمتها بالبرتقالي وتسير نوعا ما إلى الجانب في مستوى معين نسميها المستوية، الهيدروجينات المستوية إكواتوريال، إكواتوريال إلى الجانب في مستوى معين نسميها الاستوائية إكواتوريال، الهيدروجينات إكواتوريال. والسبب أنه من المفيد معرفة الاسم هو أنه عندما نتحدث عن التشكيلات المختلفة، هيئات الكرسي والقالب المختلفة، إذا كان الشيء بوضع استوائي أو محوري يمكن أن يتغير، لن يبقى ثابتا. سنتحدث أكثر عن هذا في الفيديو التالي. والسبب لتسميته استوائي إكواتوريال لأن هذه الرابطة هنا هي موازية لهذه الرابطة هنا، وهذه الرابطة هنا هي موازية لتلك الرابطة الاستوائية، هي متوازية مع جزء مع جزء معين من الحلقة، إذن هذه هي متوازية مع هذه هنا. وفي الواقع يجب أن أضعها برمز ملون. حسنا، هذه لا أريد استخدام نفس اللون، هذه موازية لهذه وهذه موازية لتلك، وهذه موازية لتلك، ويمكن القيام بهذا لكل الروابط الاستوائية. إذا على سبيل المثال لم يتبقى لدي ألوان، إذا هذه هنا هي موازية لهذه وهذه 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 هنا، إذا يمكن عمل هذا لجميعها. هذا هنا هو موازي لهذا هناك، لم أرسمه بذلك الشكل تماما، لكن على أمل أن تكون الفكرة واضحة. وسأقوم بواحد آخر لأبين ما هو الموازي ولمن موازي. هذه الرابطة هي موازية لتلك، إذن تلك الروابط التي هي موازية لجزء معين من الحلقة نسميها استوائية، وتلك التي تبدو كأنها تقفز خارج الحلقة وهي غير موازية لأي جزء آخر من الحلقة نسميها محورية أكسيال. والطريقة التي رسمتها هنا المحورية هي تلك التي تشير مباشرة لأعلى أو للأعلى وتشير مباشرة لأسفل، ويمكن القيام بنفس الشيء على تشكيل القارب. الآن سؤال واحد يمكن أن نسأله، هل هناك هذين التشكيلين فقط؟ كلا، هذه سوف تنتج أشكال رباعية السطوح عند كل واحد من الكربونات. في الواقع سأرسمه لكم. إذا الهيدروجين المحوري يشير مباشرة للأسفل، هذا هكذا يشير مباشرة للأسفل هنا، هذا الهيدروجين سوف يشير مباشرة للأسفل لأننا قلبناه للأعلى، ومن ثم هنا سيكون لدينا هيدروجين يشير مباشرة للأعلى، ومن ثم ذلك الذي يشير للأسفل، هذا يعطينا ثلاثي القوائم هنا. ليكون لدينا ثلاثي القوائم هنا يجب أن يكون لدينا هيدروجين بحيث يشير بهذا الشكل، واحد يشير هكذا. حسنا، يمكن إظهاره على طول نفس المستوى. هذا الهيدروجين هو موازي، من الصعب رؤيته هنا، في الواقع هو موازي لهذا، هذا سيكون للخارج هذا هكذا، ومن ثم هذا سيكون لديه هيدروجين محوري، ومن ثم سيكون لديه واحد استوائي هكذا. إذا يمكن رسم أشكال ثلاثية القوائم سواء بتشكيل الكرسي أو القارب، لكن السؤال هو ما هو التشكيل الأكثر استقرارا؟ لنكون قادرين على إجابة هذا السؤال يجب علينا توسيع مخيلتنا جيدا، يجب علينا توسيع مخيلتنا جيدا. في هذه الحالة نعلم من الفيديوهات السابقة أن كل هذه الكربونات والهيدروجينات حولها، وهذه الروابط لديها غيوم الإلكترونات حولها، غيوم الإلكترونات هي سالبة، إذا تريد أن تبتعد بقدر الإمكان عن بعضها البعض. في هيئة الكرسي هذه لدينا هذا الكربون هنا، لدينا هذا الكربون CH2 لديه ذرتي هيدروجين وهي متصلة مع بقية الحلقة، هي أبعد ما يمكن عن CH2. إذا في هذه الحالة لدينا طاقة وضع منخفضة وهو شكل أكثر استقرارا، more stable، أو هيئة أكثر استقرارا في هيئة القارب. هذا CH2 أعلى هنا هو أقرب بكثير إلى هذا CH2، أعني هذا هو الفرق الرئيسي بين الاثنان، لأنها تريد أن تبتعد عن بعضها البعض، تريد أن تتنافر عن بعضها البعض، إذا هذا هنا لديه طاقة وضع أعلى وسيكون أقل استقرارا، less stable. إذا هذه نقطة بداية لكيفية تصور السايكلوهكسان، وسنستخدم هذه المعلومات في الفيديو التالي لنتعمق به أكثر. ربما هناك تشكيلات مختلفة للكرسي يمكن الجزيء أن يمتلكها. حسنا،
في هذه الحالة، في حالة السايكلوهكسان، التشكيلين الاثنان للكرسي هي مستقرة بشكل متساوي، سأتطرق إلى هذا خلال ثانية. إذا لدينا حسنا، لا داعي لهذا في الواقع لنرى، لن أنسخ سأعيد رسم هذا الشكل للكرسي بالنسبة لهذا الجزء. في الواقع سأقوم بهذا بشكل منفصل هنا. الآن الألوان هنا هي مربكة للغاية. سأرسم اثنان نفس السايكلوهكسان، لكن في اثنان من التشكيلات المختلفة للكرسي، بحيث يمكن أن تكون متكافئة. إذا يمكن أن يكون لدينا هذا، يمكن أن يكون لدينا هذا، هذا يمكن أن يكون هيئة الكرسي، وسأرسمه بهذا الشكل. ومن ثم نفس المركب الهيدروكربوني أو نفس السايكلوهكسان يمكن أن يكون في توازن مع هذا، مع هنا، مع هذا الهيئة الأخرى للكرسي هكذا، مع هذه الهيئة الأخرى للكرسي هكذا. أحتاج بعض الفراغ هنا. إذا يبدو هكذا. سأستخدم الزهري لهذا، إنه للأعلى هكذا. لنتأكد من هذا. حيث هذا بالزهري سيكون هكذا هكذا. ومن ثم هذا بالأزرق سيكون بهذا الشكل. لاحظوا في هذه الحالة، هذا الكربون يبدو نوعا ما أعلى الكرسي، وهذا الكربون للأسفل، وهي مقلوبة أو منعكسة، وهي هيئات مستقرة بشكل متساوي. يمكن أن نفكر بأن كل هذه الأطراف المحورية على هذا الكربون هنا تتحول إلى تشكيل استوائي على هذا الكربون، والعكس صحيح على الاثنين. سأوضح هذا. هذا الكربون لديه الهيدروجينات المحورية، ويحتوي على هيدروجين استوائي، بحيث الرابطة له تكون موازية لهذا هكذا. وهذا هنا سيكون لديه هيدروجين استوائي، بحيث رابطته هي موازية في الواقع لكلا هذين هنا، وهنا لدينا الهيدروجين المحوري. لكن عندما ينقلب على هذا الهيكل، ماذا سيحدث؟ حسنا، هذا الهيدروجين هنا سيسير إلى هذا الموقع، والهيدروجين الأصفر هنا سيسير إلى هذا الموقع. إذا هنا كان استوائي، والآن لقد أصبح محوري. ونفس الفكرة يمكن أن نقوم بها هنا. الهيدروجين الاستوائي هذا عندما ينقلب، عندما هذا الجزء الأزرق ينقلب، الآن يصبح محوري. وهذا الهيدروجين المحوري عند قلبه للأسفل يصبح استوائي. ويمكن عمل هذا لكل الهيدروجينات. هنا لدينا هيدروجين محوري، وهنا أيضا. حالما نقوم بقلبه لدينا هيدروجين محوري، ومن ثم لدينا هيدروجين استوائي، وهنا أيضا عند قلبه هذه الهيدروجينات الاستوائية تصبح محورية. إذا تصبح محورية، ومن ثم كلا هذين يصبحان استوائيان. لنرسم هذا بالأصفر. كلا هذين، هذا وهذا، يصبحان استوائيان. إذا هذا وهذا يصبحان استوائيان بهذا الشكل. ويمكن القيام بنفس الشيء بالنسبة لهذه الهيدروجينات أيضا. إذا هذا شيء آخر مهم يجب أن نفكر به، وهذا عمليا هو تدريب على تصور ماذا يحدث عند تصور هذه الجزيئات بشكل ثلاثي الأبعاد. نراكم.